السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية حبايبي. عندي لكم اليوم دجاج مشوي بالفرن، تبلوا زي ما أنتوا شايفين حبايبي قدامكم. يلا نبدأ. بسم الله. بهالطريقة نقصها بهالطريقة كذا، نحط فيها فراغات بهالطريقة الجنب هذا كذا زي ما أنتوا شايفين. اللي هي هنا شوفيها الخلطة، هنا لبن وهنا خل نص كباية أو نص فنجان، هنا بهارات مشكلة، هنا ملح، بودرة الثوم، هنا فلفل أسود، هنا معجون طماطم تقريبا ملعقتين كبيرة، وأبدأ أحركهم زي ما شايفين كذا حبايبي. بعد كذا أغمس فيهم. هذا هو دجاج زي ما تشايفينه هالطريقة. هنا كله أبدأ أسويه بهالطريقة وأنقعه. هذه هي قدامكم، أبدأ أغطيها بهالشكل. شايفين غطيتها بالبلاستيك، والحين كمان حط عليها تغطيه وخليها في الثلاجة مدة 4 ساعات إلى 6 ساعات، وكل ما كانت أكثر الساعات كانت أفضل في الطعم. هذا الدجاج المتبل زي ما أنتم شايفينه قبل كده تبلناه. هنا عندنا نحطه بالفرن، نشويه بالفرن. عندنا هنا زيت نحطه كده علشان لا يمسك، وبعد كده نبدأ نشويه. نبدأ هنا نستخدم الدجاج زي ما انتو شايفينه اللي تبلناه. بسم الله أبدأ أحطه كده. حطيت قصدير تحت عشان الموية اللي تنزل، وكمان لما نحط البطاطس أشويها من في الفرن أسفل تحت الدجاج. شايفينه فوق، هنا البطاطس تحت. خليها زي كذا، افتح النار من فوق، خليها ساعة تقريبا. طبعا قبل الساعة افتح عنها، بدأت تحمر اقلبها على الجهة الثانية وهكذا لحد ما تزبط كلها وتنضج. بعدين اوريكم. هنا طبعا نشوف الرز تبعنا كيف حباته. بسم الله. بطاطس بالفرن زي ما شايفينها بالبهارات نفسها حقت الدجاج، تبلتها معاه. الحين احطها على الرز ونكمل الطبق. حطيت البطاطس زي ما شايفينها، بعد كذا ابدا احط الدجاج. بسم الله. ابدا احط الباذنجان، هذا هو زينته فيه. بعد كذا في عندي اللوز حمرته أو حمصته، كمان نكمل عليه بالليمون زينه زي ما تشايفينه طريقة. وعليكم بألف عافية.